صدقني انا كنت ويتنج، انا صدقني كنت ويتنج، كنت ويتنج من ناحية تانية.
السلام، أعطينا سلام، قبل لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا جسوك تتيجوم نبيونا بزمونا بأماي شاعري أمين. اللهم ترافع لنا وارحمنا، اجعلنا رب مستحقين ونصدق كل شبه قوانين يا رب. وتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والمجد امين. ثم ذنب الذي لم يعترف بنشوه المنافقين خطيئته، فلم يقف وفي مجلس المستهزئين بمجلس ذلك ناموس رب ارادته، فالناموس يذهب نهارا وليلا فيكون كشجر الموسى على جار المياه الذي قد صبر في حينه ووعدها لا يهتزم، وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كان اصاب لا تجزي به ان على وجه الارض، فلهذا لا يكون منافق في بين منافق والخطاة في لجنة الصدقين، أن الربيع فريق الأبرار وأما فريق المنافقين فتبادل للويا. Why do the nations rage and the people cry against them? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, say, let us break their bonds in pieces and cast away the cords from us. He who sits in the heavens shall laugh. The Lord shall hold him in derision. When he shall speak to them in his wrath and assess them in his deep displeasures, yet I have set my king on my holy hill of Zion. I will declare the decree. The Lord has said to me, you are my son, today I have begotten you. Ask of me and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your position. You shall break them with a rod of iron. He shall dash them to pieces like a potter's vessel. Now therefore be wise, O kings, be instructed, you judges of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way. When his wrath is kind of but a little, blessed are those who put their trust in him and lay near. يا رب لما كسر الذين يحسنونني كسرون يتقام علي كسرون يسرون لنفسي لا يسرون خلاص بإله وعلم أنت يا رب أنت هو نصري لك ورفع راسي بصوت إلى رب ساق بصوت إلى رب كبرات فاستجاب لي من جبل قرصون أنا اضطرت ونمت سلام ربي كل عاكم كل سنة وطيبين. شوف الساعة 12 نص الليل والمدى الساعة 7 إلى هداول من فرد ركو إلى القطاع من الساعة 10 وفي أداء تحت كل سنة وطيبين. هذا اللي يعني